السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بكلم مع أحد الأصدقاء فبيقول لي يعني شات جي بي تي بيسأله وبيديله إجابة بسيطة خالص عادية، ففعلا ممكن في الأول يديك نتيجة بسيطة عادية، لكن أنت تقدر تعتبر الموضوع كأنك بتتكلم مع صديق ليك فتحصل على نتيجة أفضل. يعني اعتبر الموضوع بشرح بس، يعني أنا مش بديله السؤال يديني الإجابة وخلصت، لا أنت ممكن تحاوره في الإجابة ديت. يعني فرض أنت سألت صديقك سؤال ومش هي دي الإجابة اللي أنت عايزها، هتقول له إيه؟ لا انا ما اقصدش كده، انا اقصد كذا. لا فيعني تاخد تدي معايا لحد ما توصل لنتيجه كويسه. عشان كده في وظايف بمبالغ كبيره اللي هي برومت انجينير، او ان انت تكتب التكست بحيث الذكاء الصناعي يجيب لك صوره او يجيب لك رد كويس. فطب ما يسال هو على طول بدل ما يقول لي وانا اساله، لا بيبقى في بعض التكنيكس اللي انت ممكن تستخدمها بحيث توصل لنتيجه افضل. طيب خلينا مثلا نتكلم معاه، نقول له مثلا انا عايز مثلا اتكلمنا عن الاثار بتاعت مصر. لو قلت له اكتب عن اثار مصر او اتكلم عن اثار مصر هديك نتيجه عاديه، انما لما تقول له بقى ايه كلمني تعالي اثار، تمام، وحدثني عن الاثار في مصر، تمام، يبقى انت دي نقطه كويسه، او كلمني كعالم اثار، او كلمني كانك يعني اي حد من علماء الاثار مثلا، تمام، اللي اكتشف حجر الرشيد او فممكن يتقمص الشخصيه ويديك حاجات كويسه. طب لو هو نسي حاجه اقول له بقى انت نسيت كذا حطها ضيفها ليك. فانت تقدر لو نسي حاجه تقدر تقول له تفكروا بيها، لو في جزئيه مش واضحه اقول له اشرحها لي، اقول له اكتبها لي كفقرات، تمام، اريدك ان تذكر لي اهم الاثار في مصر في هيئه نقاط. بدل ما انت تاخد الكلام وتبدا تقسمه على نقاط وهو يبدا ان هو يحطها لك، بص الاهرامات ومعابد الاقصر وابو سمبل ومعبد الكرنك ومدينه الاقصر ومدينه اسكندريه والفيوم والاقصر ومتحف القاهره ومتحف اللوفر وهكذا، تمام. طيب في ناس ساعات بتستعمل شات جي بي تي في انها تاخد منه معلومات طبيه، وده مش مفضل، لكن يعني لو انت عايز تساله في حاجه طبيه المفروض تسال الدكتور، والدكتور ممكن يستعمل الذكاء الاصطناعي لانه ممكن تطلع التشخيص خاطئ من الذكاء الاصطناعي او كذا. الذكاء الاصطناعي قوي في ان هو بيتنبا بالمرض قبل حدوثه، تمام، يعني يكون لسه في بوادر فهو يبدا يلط بالذكاء العميق او بالتعلم العميق او كده، يقدر يقول لك والله ده في احتمال. ديب ليرنينج يقدر يقول لك والله انا شفت مليون حاله كان في علامه معينه قبل ما يحصل للمرض، تمام. طيب كلمني كطبيب، ماشي، انا اشعر بمثلا بألم في الاسنان، كيف اعالج هذا؟ طيب قبل ما تكتب له الكلمه دي قول له ايه، انسى كل المحادثات السابقه. ليه بقى؟ عشان ما يبقاش في ارتباط بينهم. ممكن يقول لك ايه، انا عالم اثار وفي نفس الوقت بتاع اسنان، تكتب له كده انسى كل المحادثات السابقه وابدا لي بقى محادثات جديده، تمام. طيب كلمني كطبيب، هو خلاص فهم ان هو هيعيش في دور الطبيب ويلبس البلطو ويجاوبك كأنه هو دكتور، ممكن تسأله كنصيحة. بس لما تسأله كنصيحة قول له تقمص دور مدرب أو تقمص دور مثلا ميلتور، معرفش بالعربي ممكن تبقى مرايب أو واعظ أو حاجة زي كده يعني، تمام. فهي الفكرة الموضوع بسيط، الموضوع بسيط بتاع البرومت، لكن ما تبقاش الموضوع خدت منه الإجابة وأجري، تمام. لا انت ممكن تساله، ماشي، يعني بعد ما يجاوبك كده ما هي، اذكر لي اسباب التسوس، هل هناك علاج طبيعي يخفف تخفيف الوجع؟ تمام. طيب لو انت ممكن تقول له اوكي. طب الاجابه اللي هو جاوبها لي ما عجبتنيش قول له ريجنريشن، اعمل لي اجابه ثانيه.
فده زي ما شايف بساله عن اخلاقيات الذكاء الصناعي، الخلايا العصبيه، السي في، حاجات كتير جدا. ممكن مثلا عمل سي في بالعربي، قلت له اعمل لي سي في بالعربي، وبدات اناقش فيها. لما اقول له سي في بالعربي هيعمل ايه؟ لازم تقول له بقى ايه، طب خد بعض المعلومات عني، طب في معلومه انت نسيتها، طب اكتب لي نموذج للسي في عشان ابدا اعدل عليه. تمام، محتاج الموضوع ايه، رايح جاي، تواصيله، انتوا الاثنين تلعبوا مع بعض. ما عجبتكش الاجابه، قول له ريجنريشن، هيجيب لك اجابه مختلفه. دي اتنين من اتنين، ممكن تلاته من تلاته، اربعه، يعني ممكن تعمل ريجنريشن عشرات المرات، مفيش اي مشكله خالص.